صباح الخير اخواني اخواتي، اهلا وسهلا بكم في يوم جديد. اليوم 18 شهر 10 2024. بعد ما درت الحصة اليوم 16، اليوم الاربعاء، يوم الجمعة 18 اكتوبر 2024. هاني خرجت البيكالة ديالي، غادي نمشي ندير الحصة ان شاء الله ديال اليوم، واحد ساعة المكانة ان شاء الله. هاي البيكالة ديال الرياضة، هاي البيكالة ديال الخبز، هادي البيكالة ديال الخبز، هادي ان شاء الله ديال الرياضة. يلا على بركة الله. كنجي نطلع لهاد المكان هذا، وادي إميميكي. هنا كاين الجبل، كاين الطريق، كاين طلعات، كاين طلعات، وكاين الهبطات، وكاين كذلك البلاصة اللي فيها طريق مستوية بحال هكا. هاد المكان الطريق مزيانة، واحد شوية غادي نوصل الطلعة، وكاين طلعات واقفين بزاف. على أيين بقاو معايا، غادي تشوفوا المناطق والأجواء اللي كاينين في هذا المكان. هذا هنا كتسمى وادي إميميكي، وادي إميميكي. هذا الواد هذا جا من تم الزرقوت، واحد البلاصة ما عرفتش شتوني فيها، فاش درت ليها درت لي واحد الرحلة مشيت ليها، درت واحد 34 كيلومتر تم الزرقوت، سميتها رحلة تم الزرقوت. هذاك الواد ديال تم الزرقوت هو هذا، خرج هنايا، خرج في هذه البلاصة هذه في إميميكي. الصورة شوية كتهز لأن القدرون شوية فراكة، ماشي شي قدرون نيت. هنا الواد راه فيه الماء، غادي تشوفوا الماء في واحد المكان الفوق. وصلت لهذا المكان، غادي يبان لكم الماء فين كاين. هنايا هذا المكان كنسميوه تامدا، تامدا هي الضايع. ها هي الضايع ديال الماء اللي كاين هنا في ميميكي. هادي كيعوموا فيها، كيعوموا فيها الدراري. انا باقي طالع الفوق، هانتوما تشوفوا معايا هاد الجبل، تبارك الرحمن، جبال شاهقة. شوفوا معايا هاد الجبال، تبارك الرحمن. اليوم ما خرجت الحصة حتى العشرة عاد بديت. اليوم الجمعة عندنا شوية الخدمة مزيرة شوية، لأن بالنسبة للخبز نص النهار الأول ما كنديرش الخبز كتير، كندير غير شوية، ولكن عندنا شوية الخدمة مزيرة ماشي غير الخبز، كاينين أمور أخرى، داكشي علاش تعطلت. ما خرجت بكري، ولفت كنخرج مع 8:30 ولا 9، ولكن ماشي مشكل، أنا باقي ما فطرش لحد الآن، باقي ما فطرش. المهم الحصة خصني نديرها قبل الفطور، دابا راني ما فطرش باش ندير الحصة كما بغيت. معايا هاد الجبال هادي اللي فيهم هاد العلو، ما شاء الله الشمس الطريق فين داز. شوفوا الجبال،
باقا طالعة ليه. غادي نصور لكم الطريق فين كاينة واقفة بزاف، فين الجبال فوق منا الى تحت شي حجرة ديريكت فوق الراس. راه هي طريق طلعت لهداك الجبل، راه غادي نطلع حتى للقمة وعاوتاني غادي نهود، كاين التهويدة ومن بعد غنمشي طريق مزيانة بحال هكا وهكذا. المهم هادي الطريق ديال الرياضة بامتياز ديال البيكالا، لأن باش دير الحصة بالبيكالا ما خاصكش تمشى غير فيه فلوطة بحال هكاك، طريق يعني مستوية أو لا أرض مستوية، ولا بدك دير طلعات ولا بدك خاصك دير شوية طلعات وتعمر فيهم رجلين مزيان. نسيت الماء ما جبتوش اليوم، ولكن غادي نعمر القرعة في واحد الساقية كاينة الفوق، ماشي الساقية سقاية، هاديك بتا مغربي ديالنا السقاية، كاينة واحد السقاية فيها الروبيني الفوق، إن شاء الله غادي نسقي فيها. من هنا بدات تطلع، من هنا بدات تطلع، يلا جبد ليا العظيمات وجبد ليا العروق. الله 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 الله، هنا كله شجر ديال الأرجان ولكن كاين جفاف، كاين جفاف اخوتي في هاد البلاد هادي، الله يرحمنا يا ربي. بالنسبة للبي ديال باش دير الرياضة مزيان الحصة مزيان، خاصة البدال بعدا على الأقل واحد 90 بين 90 و 100 بدالة ولا 100 عملية في الدقيقة، ولكن في الطلعة ممكن تكون كتر، في الطلعة ممكن تضرب أكثر من 100 بدالة في دقيقة. هانتوما كتشوفوا هاد الطلعة هادي واقفة واقفة هنيت، ولكن غادي نتحداوها إن شاء الله، نتحداوها غنضربها في دقيقة إن شاء الله، وغندير أكثر من 100 بدالة، لأن درتها في الخفيف. هذا هو الهدف من الرياضة ديال البيكالا، كتخليك تخرج تكتشف الخلا وتكتشف الغابات وتكتشف بزاف د الأمور. أنا دابا راه واقفة، الطريق واقفة بزاف، واقفة بزاف، خاصك تضرب. أنا شديت البورتابل باليد اليمنى والكيدون باليد اليسرى، غادي نتحدى نطلع هاد النهار، غنطلع هكا نخرج رياضي ديال البيكالا، وإلا هذا التحدي كبير، هذا التحدي كبير. شتي هنا واقفة الطريق بزاف، واقفة بزاف، لكن مزيان. إلا جات شي طوموبيلة مشكلة، خاصني نشد اليمين ديالي قبل ما نوصل لهاد الفيراج. الله الله، هاهي جات الطوموبيل، الكاميون اللي جا ما شاء الله، الكاميون تبارك الله اللي جا، ماشي غير الطوموبيل، جباد جباد الخباز. الله 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 الله، استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه. هنا انا كتشم ريحة الغابة وريحة التراب وريحة العشوب، ما شاء الله. دابا راه وقت الشتا، هادي الشتا هاد الساقية عامرة بالغيس، خاصها تشطب، ولا ربما إلا جات الشتا غادي تفعل داكشي ديريكت الواد. اللهم يسر
الله يرحمنا يا ربي. هذاك النهار الحصه الفايته بانوا لي هنا الناس الخدامه ديال الجامعه ولا العمال ديال الجامعه حيدوا كاع الزبل اللي كان هنا. والله الا فرحونا بهاد القضيه هذا كاع دوك الميكات وداك الشيء اللي كنشوفو طايح هنا حدا الطريق جمعوا داك الشيء حرقوا. شكرا لهم من هذا المنبر هذا ديال الخباز، شكرا جزيلا لكم. هنا واحد البلاكة شكون اللي دارها؟ جماعة توري، هاي جميع حماية البيئة مسؤولية الجميع، ممنوع رمي الأزبال. إيوا نتمنى الناس ما يلوحوش الأزبال هنا. باقي لي أخوتي باقي طلعة، باقي ما وصلتش للقمة. يلا غادي نقطع حتى نوصل للقمة باش نعمل القراءة ديالي في واحد السقاية تما كاينة تما. قريبا نوصل للقمة. الله الله الحمد لله، الله الله الحمد لله. هذا مطوب الليل قريب نوصل واحد الدوار. ها هما الديور ديال هاد الدوار هذا تماروت، هاد الدوار سميتو تماروت. الله 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 الله. يلا زيد طلع مالك. هتطلع فيها اكثر من دقيقه، تكون شي 3 دقائق تقريبا، شي 3 دقائق الى بداري مزيان. ولا اكثر واحد النحله جات كدور على راسي. الله يهديك عطيني التيسه، ما كنحملش النحل خصوصا الا كان كيقص وقت اللي كيكون جاهل. واو هذه هي القمة الأولى، القمة الأولى اللي كاينة في هذه المنطقة على الطريق ديال تام الزهركوت. هانتوما شوفوا معايا الجبال، هنا بداية الدوار، دوار تماروت. كاين واحد الجزء هنا على اليمين، هانت كاين هنا وكاين هنا، وكاين واحد الجزء لتحت تحت. هاي سقاية، شكرا لهاد الناس اللي صايبوا هاد السقاية هنايا، شكرا جزيلا لهم على العمل ديالهم الجبار. بغيتي نوقف ربي كره، غادي نعمل قراءة دغيا، غادي نزيد مع الطريق إن شاء الله. بسم الله بارك الرحمن. ما شاء الله لما مجهد تبارك الله، لأن هنا كانت طلعة كانت تهويدة، لما جاء مهود كسيري. بغيت نرش هذه، واخا دابا ما غاديش نحتاجو البرد، ما عندما نديرو بالبرد دابا من احسن البرد من يشرب يشرب كاع السخون في هاد الوقيته هذه. باقي ما فطرنا ما والو،
اللي كنخرج، وقت الخروج كنشرب الكاس ديال الماء وكنعصر فيه واحد الحامضه. ها انتما شوف دايرين هنا واحد الشجره ديال الخروب، ها وحده ها جوج ها ثلاثه، الله يرحم ليهم الوالدين هاد الناس هادو، ربما شي جمعيه هادي ما داروا هنا لا شي سميه لا والو، ولكن على اي غتكون شي جمعيه ديال الدوار اللي مكلفه بالماء والله اعلم. دابا غادي نهود مع التهويده هادي، غنضرب واحد شويه وغنرجع، غنمشي حتى للدوار ونرجع.